أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شافرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال البحث واستكشاف البترول في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة شركة شافرون مايكل وورث الذي أشاد بالنمو الاقتصادي والطفرة التنموية الجاذبة للاستثمار في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايكل وورث رئيس مجلس إدارة شركة شافرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك لما للشركه من خبرات عريقه في انشطه ومجالات صناعه البترول والغاز عالميا الامر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصوره محوريه ويساهم في تعظيم استفاده الدوله من مواردها الكامنه لصالح الاجيال الحاليه والقادمه وذلك في اطار عمق علاقات التعاون والشراكه الاستراتيجيه الممتده بين مصر والولايات المتحده في جميع المجالات من جانبه اعرب رئيس مجلس اداره شركه شافرون عن تقديره لمقابله السيد الرئيس وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركه الممتد عبر عقود في مصر مؤكدا حرص الشركه على تطوير شراكه استراتيجيه مع مصر وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قياده السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفره التنمويه الملموسه التي تشهدها البلاد وكذلك في مستوى البنيه التحتيه للدوله بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص بالاضافه الى مشروعات التعاون الاقليمي الجاريه للربط ونقل واساله الغاز والتي تتعاظم اهميتها في ضوء ازمه الطاقه العالميه الحاليه